بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء مصنفاتي وشراحها في الدارين، آمين. المجلس الثاني في النوع 36 في معرفة غريبه. وبدأ الإمام السيوطي يذكر تفسير سيدنا عبد الله بن عباس بإسناده لبيان بعض مفردات القرآن، وجاء بهم مرتبين على السور. ذكرنا بالأمس سورة البقرة وسورة آل عمران، واليوم نتكلم على سورة النساء وما بعدها. حوبا كبيرا أي إثما عظيما، نحلة أي مهرا، وابتلوا اختبروا، آنستم عرفتم، رشدا أي صلاحا، كلالة من لم يترك والدا ولا ولد ولا ولدا، ولا تعضلوهن أي تقهروهن أو تكرهوهن يعني تقهروهن، والمحصنات كل ذات زوج، طولا أي سعة، محصنات غير مسافحات، عفائف غير زوان في السر والعلني، ولا متخذات أخدان أي أخلاء. فإذا أحصن أي تزوجنا، ألعنت الزنا، موالية أي عصبة، قوامون أي أمراء، قانتات مطيعات، والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب أي الرفيق، فتيلة الذي في الشق الذي في بطن النواة، بالجبت أي الشرك، نقيرة أي النقطة التي في ظهر النواة، وأولي الأمر أي أهل الفقه والدين، ثبات عصبا سرايا متفرقين، فانفروا ثبات أو إيه أو جماعات، مش كده برضو؟ أو جميعا، جميعا يبقى ثبات عكس جميعا يعني متفرقين. يا الله يا كريم. مقيتا أي حفيظا، أركسهم أي أوقعهم، أركسهم أوكسهم، مش المصريين يقول لك كتوكسة نكسة وكسة نكسة ركسة، كلها بمعنى واحد، نكسة وكسة. تعرف نكسة 67 يونيو من أشهر النكسات عند المصريين، واخد بالك ازاي؟ بعد نكسة ان جمال عبد الناصر يتولى الحكم، قليل الخبرة، واخد بالك، لا يشاور احد، ومستبد برأيه، وعنده كاريزما، يكلم الناس الناس كلهم تصدقوا على طول. سبحان الله، ربنا اداله كاريزما عشان يغرق بيه الشعب المصري، زي هتلر كده، كان يقعد يخطب بالست ساعات لا يمل سماعه الالمان، وموسوليني كان ما يخطبش في قاعة لأن عدد السامعين أكتر من قاعة في الميادين، ويخطب في البلكونة ويقعد يخطب بالست سبع ساعات والناس واقفة على رجليها، وحتى ما يروحش دورة المية من كتر ما هم مبهورين. سبحان الله، في ناس كده ربنا بيديهم إيه كاريزما كده غريبة، سموها كاريزما، منهم إيه عبد الناصر، إشي إشي خربها ومشي، يبقى مين؟ عبد الناصر. فهمت يا سيدي؟ ليه بتتكلموا في السياسة على الصبح؟ خلينا هنا.
بس كلمة أركسهم فكرتني بإيه؟ بأنكسهم، وأنكسهم النكس أو كسهم، فهو وكسنا ونكسنا وركسنا رحمه الله. حصرت صدورهم أي ضاقت، أولي الضرر أي العذر، مراغما التحول من الأرض إلى الأرض، وسعة أي الرزق، موقوتة أي مفروضة، تألمون أي توجعون، خلق الله فلا يغيرن خلق الله، دين الله، خلق الله استعملت بكلمة الدين كتير، واخد بالك ذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل إيه لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله، جاي في الروم برضو بنفس المعنى، فجت خلق الله بمعنى إيه، يعني في ناس بيفهموا هنا خلق الله يعني إيه، يعني خلقة الله، لكن هي هنا خلق الله بمعنى دين الله، لأن الدين مخلوق. فلا يغيرن خلق الله أي دين الله، نشوزا أي بغضا، كالمعلقة لا هي أيم ولا هي ذات زوج، وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها، وقولهم على مريم بهتانا يعني رموها بالزنا وحاشاها. المائدة، أوفوا بالعقود، ما أحل وما حرم وما فرض وما جد في القرآن كله، في القرآن كله، يجرمنكم يحملنكم شنآن أي عداوة، وما حد وما حد وما فرض وما حد وما أيوة وما حد أيوة أصلا كنت مكتوب وما جد في القرآن وما حد، شيل النقطة، أنت عندكم جدة برضو؟ اشمعنى أنا الوحيد يا سبحان الله. وما حد في القرآن كله، يجرمنكم يحملنكم، حد منكم عنده إيه تحقيق الدكتور محمد متولي منصور؟ طب ما عندك جدة، طب مش قول لي كده عشان تواسيني، قول لي يجرمنكم يحملنكم شنآن أي عداوة على البر والتقوى، البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه، المنخنقة أي التي تخنق فتموت، والموقوذة التي تضرب بالخشب فتموت، والمتردية التي تتردى من الجبل، والنطيحة الشاة التي تنطح الشاة، وما أكل السبع ما أخذ إلا ما ذكيتم ذبحتم وبه روح، يعني الأسد اصطاد مثلا غزالة مثلا كل منها حتة، بس الغزالة لسه إيه عايشة وسابها ومشي، خد بالك، فأنت أدركت الغزالة دي وفيها روح بعد ما كل منها السبح حتة، طالما أدركتها وفيها روح زكيها، الحق اذبحها بقى وقول بسم الله الله أكبر كلها، إلا إيه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهمت بقى؟ فهمت الحكاية دي؟ إلا ما ذكيتم ذبحتم وبه روح، بالأزلام أي القداح، غير متجانف متعد لإثم، من الجوارح أي الكلاب والفهود والصقور وأشبيه، اللي هي بعض إيه الحيوانات اللي بيستعملوها في الصيد، يعني بتبقى قابلة للتدريب، يعني كالكلاب والفهود والصقور وأشبهه، مكلبين ضواري، وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، فافرق أي فافصل، ومن يرد الله فتنته ضلالته، ومهيمنا عليه أمينا، القرآن أمين على كل كتاب قبله، شرعة ومنهاج سبيلا وسنة، أذلة على المؤمنين أي رحماء، مغلولة
يعنون بخيل أمسك ما عنده تعالى عن ذلك سبحانه. بحيرة هي الناقة التي أنتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال. عندكم فأكله الرجال دون النساء ولا فأكله الرجال بس؟ نعم دون النساء. أنا عندي من نقص حتى دون النساء دي برضو. إيه أثبتها في الأمش على عادته رحمه الله. كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، كان حقه يثبتها في الأصل وبعدين يكتب كده سقطة إيه في بعض النسخ، لكن هو يثبت السائط والكامل يثبته في الهامش. اوعى تعمل كده لما تحقق كتاب، اوعى. وان كانت انثى جدعوا اذانها، يعني قطعوا ايه ودنها. واما السائبه فكانوا يسيبون من انعامهم لالهتهم لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون لها وبرا ولا يحملون عليها شيئا. واما الوصيله فالشاة اذا نتجت 7 أبطن. انتجت؟ انا عندي مكتوبه نتجت، هي انتجت احلى، لا يعني خلفت يعني، ونتجت برضو صح بس انتجت اجمل، يعني اجمل من حيث النطق يعني. لكن هو كتبها اذا نتجت قال ومشكلها كمان. يا سلام يا اخي. واما الوصيله فالشاة اذا انتجت، وفي ايه نسخ نتجت 7 أبطن نظروا السابع، يعني خلفت ايه 7 بطون، يجوا في السابع ده. فان كان ذكرا او انثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والنساء ياكلوه وهو ميت. وان كانت انثى وذكرا في بطن استحيوها، استحيوها وقالوا وصلته اخته فحرمته علينا. حاجات كده ما انزل الله بين سلطان يا اخي، حاجات غريبه مش عارف اي شيطان يعني اللي بيعمل فيهم كده. واما الحام فالفحل من الابل اذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى راعي ولا من حوض يشرب منه وان كان الحوض لغير صاحبه. كل دي حاجات كده ايه ابتدعاها أهل الشرك والوثنية في جزيرة العرب قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأنعام مدرارا يتبع بعضها بعضا وينأون يتباعدون فلما نسوا أي تركوا مبلسون أي آيسون يصدفون يعدلون يدعون يعبدون جرحتم كسبتم من الإثم يفرطون يضيعون شيعة أهواء مختلفة لكل نبأ مستقر أي حقيقة أن تبسل. عندك أندي؟ لا تبسل على طول، أنا حاططها لي ما يجرش على عادتي. تبسل تفضح، ده إيه؟ لكن انا هقول لك في تبسل دي كلام لطيف اصلها بقى، اصل اصلها اللغوي. هو يقصد هنا سيدنا عبد الله بن عباس ما قال الاستعمال بعد ايه بعد مرور مراحل طويله من اصلها، فهمت؟ لكن لما تعرف اصل الكلمه تنبسط. اصل بسله يعني منع، اصلها اللغه البه والسين واللام معناه منع، واخد بالك ازاي؟ دي اصلها. اما نقول فلان باسل يعني ايه؟ يعني شجاع يمنع العدو ان يدخل البلد. يقول لك ايه؟ جنود بواسل، مش بتستعملها كده؟ يعني ايه بواسل؟ يعني يمنعون دخول العدو البلاد من الشجاعه فيهم، فهمت بقى؟ يبقى اصل بسله منع. ابسلوا بما كسبوا، ابسلوا، شوف الايه بتقول ابسلوا بما كسبوا، يعني منعوا من فضل الله بسبب ما اكتسبوه من معاصي. شفت بقى اصل الكلمه؟ انا احب قوي اصل الكلمه عشان تتذوق اللغه، انا عايزك تاكل اللغه، فهمت ازاي؟ تشربها. شرب
عشان احنا بنستعملها في حاجات كتير زي ما قلت جند باسل، واخد بالك ازاي، وهكذا تيجي حاجات كتيره بنستعملها. يبقى هنا بقى سيدنا عبد الله بن عباس ايه قال؟ تبسل اي تفضح، لانها عندما تمنع من ايه؟ من فضل الله، معناها تفضح. فكانه ايه؟ بيفسرها بما آلت اليه مش باصل الكلمه، على اساس ان سيدنا عبد الله بن عباس بيكلم ناس عرب خلص، فهمت ازاي؟ فبيكلمك بما آلت اليه، يعني هو سيدنا عبد الله بن عباس ما عارف ان بسلت يعني منعت، لكن اما هتمنع امام الناس وتحرم معناه ايه؟ اتفضحت، فهمت بقى ازاي؟ فهو جبالك ايه؟ تفضح. باسطوا ايديهم، البسط اي الضرب، فالقوا الاصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل حسبانا، عدد الايام والشهور والسنين، قنوان دانيه قصار النخل اللاصقه رقاب الارض. ساعات تلاقي بعض النخلات كده ما تطولش قزمه كده، بحيث العيل وهو معدي يعرف يقطف منها ياكل. ربك بقى بيعمل انواع كتير عشان ما يعرفش يتسلق ياكل برضه. يبقى قنوان دانيه قصار النخل اللاصقه عروقها بالارض، وخرقوا اي تخرسوا، قبل معاينه، ميتا او من كان ميتا فاحييناه، ضالا فهديناه، مكانتكم ناحيتكم، وحرث حجر. عندك وحرث حجر ولا حجر بس؟ حجر بس. انا مزودها عندي. حجر يعني حرام، حمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وفرشة أي الغنم، مسفوحة مهراقة، ما حملت ظهورهما ما علق بها من الشحم، الحوايا المبعر، المبعر اللي هو ايه؟ اللي المصريين يقولوا عليه المنبار، المصارين، لانه في البعر يعني، ها؟ في البعر اللي هو ايه؟ الروس يعني. الحوايا المبعر، املاق اي الفقر، دراستهم اي تلاوتهم، وصدف عنها اي اعرض، سورة الاعراف، مذؤومة ملومة، وريشة مالا. ولحد دلوقتي احنا نقول ايه؟ مريش. مريش يعني ايه؟ يعني عنده فوق الايه؟ فوق الحاجة والضرورية كمان والحاجيات. يبقى يقول لك فلان ده مريش، يبقى ريشة اللي ايه؟ نسميها احنا المصريين، يقول لك فلان ده غني ومريش. مريش يعني عنده بقى حاجات ايه؟ اللي هي فوق التحسينيات كمان. وريشة أي مالة، حثيثة أي سريعة، رجس أي سخط، صراط الطريق، افتح اقضي، ربنا افتح اقضي أي حكم يعني، آسى فكيف آسى على قوم كافرين، أحزن، آسى يعني أحزن، حتى عفوا كثروا، كثروا، ويذرك وآلهتك أي يترك عبادتك، الطوفان المطر، متبر أي خسر أي خسران، أسف الأسف الحزين. أنت عندك الأسف؟ أسف، حتى أنت بين قوسين الأسف أصلا، أسف يعني الحزين، إن هي إلا فتنتك، إن هو إلا عذابك، وعزروه حموه ووقروه، ذرأنا أي خلقنا، فانبجست انفجرت، وإذ نتقنا الجبل أي رفعناه، كأنك حفي عنها لطيف بها، مسهم طائف. عندك مسهم مذكورة؟ طائف على طول؟ طيب أنا ذكر عندي مسه. اللمة اللي هو الخاطر، اللمة اللي هي الخاطر يعني، يأتي خاطر في إيه؟ في ذهنه كده أو في قلبه،
لولا اجتبيتها لولا أحدثتها لولا تلقنتها فأنشأتها. أنا عندي مكتوبة تلقنتها فوق وتحتها تلقيتها في الهامش. تلقنتها. يبدو ان هي ايه بعض المخطوطات مكتوبة تلقنتها وبعض المخطوطات تلقيتها. المعنى واحد عليها. الأنفال. كل بنان البنان الأطراف يعني. اللي هي الأصابع والأطراف. جاءكم الفتح المخرج. المدد. المدد. مكتوبة برضو تحت المدد. فرقانا المخرج. مكتوبة كده المدد. جاءكم الفتح المدد فرقانا المخرج. مظبوط عندك كده؟ انا برضو اثبت الكلام ده بقى عندي في الهامش تحت. ليثبتوك ليوثقوك. يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل فشرد بهم من خلفهم نكل بهم من بعدهم من ولايتهم ميراثهم. ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا ترثوهم يعني ها؟ لأن اختلاف الدين يمنع ايه؟ يمنع من الإرث. سورة التوبة. يضاهئون يشبهون كافة جميعا ليواطئوا يشبهوا ولا تفتني ولا تحرجني ولا تحرجني يعني ولا تحرجني. لا تحرجني. إحدى الحسنيين فتح أو شهادة. مغارات الغيران في الجبل اللي هي المغارات يعني. مدخلا السرب او السرب اللي هو النفق يعني. اذن يسمع من كل احد. واغلظ عليهم اذهب الرفق عنهم. وصلوات الرسول استغفاره. سكن لهم اي رحمه. ريبة شك. إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت. لأواه المؤمن التواب. طائفة أي عصبة. سورة يونس. قدم صدق. الآية بتقول أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق سبق لهم السعادة في الذكر الأول. ولا أدراكم أعلمكم. وترهقهم تغشاهم. عاصم مانع. تفيضون تفعلون. يعزب يغيب. سورة هود. يثنون يكنون. يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم. لا جرم بلى. أخبتوا أي خافوا. فار التنور نبع. أقلعي اسكني. كأن لم يغنوا يعيشوا. حنيذ نضيج. بعجل حنيزة نضيج. سيء بهم ساء ظنا بقومه. وضاق بهم ذرعا أي بأضيافه. عصيب شديد. يهرعون يسرعون. بقطع سواد. مسومة معلمة. مكانتكم ناحيتكم. أليم إن أخذه أليم يعني. أليم أي موجع. زفير صوت شديد. وشهيق صوت ضعيف. غير مجذوذ غير منقطع. ولا تركنوا يعني تدهنوا.
يداهنه يعني ايه يحاول يتقرب اليه ايه بالتنازل عن مبادئه من اجل ان ايه يتقرب اليه. عندي تذهب لا ولا تركنوا تدهنوا انت نصلح احسن ولا تركنوا الى الذين ظلموا يعني لا تداهنوهم يعني من المداهنه. سوره سيدنا يوسف عليه السلام شغفها اي غلبها متكئا اي مجلسا اكبرنه اعظمنه فاستعصم امتنع بعد امه اي بعد حين مما تحصنون تخزنون ولا تحزنون لا تحصنون يعني تخزنون تخزنون مما تحصنون اي تخزنون يعصرون الاعناب والدهن انا مكتوب عندي الاعياب الاعناب والدهن اللي عنده الاعياب يخليها الاعناب حص اي تبين زعيم اي كفيل ضلالك القديم خطائك الرعد صنوان مجتمع مش حضرتك قلت ان الضلال ده بتاع سيدنا يعقوب اللي هو الحب ايوه ما هو الحب الذي ادعاه الى الخطا الحب الذي الحب ما هو بيتكلم المعنى الذي آل اليه مش اصل الكلمه فهمت يعني حبك القديم الذي دعاك لان تخطئ فلا تعدل بين ابنائك هم عايزين يقولوا كده فهمت ازاي؟ الرعد صنوان مجتمع مجتمع يعني ساعات تلاقي ايه نخله تطلع براسين كده تلاقي الجذع واحد وليها راسين يبقى صنوان وغير صنوان يعني زي التوأم الملتصق كده لكل قوم هاد اي داع معقبات الملائكه يحفظونه من امر الله باذنه بقدرها على قدر طاقتها ولهم سوء الدار سوء العاقبه طوبى فرح وقره عين افلم ييأس يعلم افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا افلم ييأس يعني ايه افلم يعلم ونقف على ايه سورة سيدنا ابراهيم نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل افضل صلاة على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.